الاسم ديالي ليلى، 28 سنة، ساكنة في مدينة أكادير. ليلى شنو كديري انتي في لي سوشيال ميديا؟ عندي شنو كديري في لي سوشيال ميديا؟ شنو كتبقى؟ شنو هو المحتوى اللي كتقدميه انتي للناس؟ كندير تيك توك، عندي قناة لاشين في اليوتيوب، صافي هادشي اللي كندير. دونك تيك توك كنشوفو فيه شي فيديوهات اللي هما واحد الرقص اللي هو هذا، واش كاينين الناس القيين وكاينين الناس خايبين؟ كيفاش كيجيك انت؟ شوف نقول لك واحد الحاجه، كل واحد علاش ربي فرق الريوس؟ كل واحد كيدير داكشي اللي بغى. كاين الخايب، كاين الزوين، كاين اللي كيدير غير برنامج ديال القران، كاين اللي كيدير برنامج ديال اي حاجه، كل واحد في ما حطيتي راسك راه غتلقاه. انت شنو كتقدمي في التيك توك؟ حنا التيك توك كنديرو عادي، يعني كندير فيه الخدمه، لا روتين ديال الخدمه ديالي، كندير فيه الضحك هكا، كنغني، كنشطح عادي، ولكن ما كنبينش راك عارف. زعما انت بعيده كل البعد على روتين اليومي؟ بعيده كلشي، ما نقدرش والله، ما طمعش في شي حاجه، يعني ما طمع لا في التيك توك، حيت التيك توك اصلا ما غيخلص، ما كنطمع في حتى شي حاجه. هادشي كنديرو بالخاطر ديالي، كنضحك فيه، كنتيفو فيه، الحمد لله برزقي، ما خصني حتى شي حاجه غير كنضحك وصافي. ليلى شنو بان لك في التفاهه اللي تنشرت في الويب؟ في اليوتيوب هذا مدرج مع هذا، هذا مدرج مع هذا، وكيبقاو يديروا داك كيوسخوا لنا اليوتيوب. داك الشيء والله ما كنتفرجش فيه اصلا، انا بعيد على داك الشيء، المشاكل ما كنقدرش عليهم، هذا الشيء اللي نقول لك والله. شنو هو المحتوى اللي كتقدمي للناس؟ شنو هو النوع ديال؟ شوف انا كنهضر غير على مع البنات، نصائح، المنتوجات ديالي، عندي صالون المنتوجات ديالي بحال ما هكا كنبينهم، شي خديمه ديالي اللي عندي راه كنسميتو، وكندير لي فلوغ مره كنبين الحياه ديالي كيفاش كنعيشها وداك الشيء وصافي. انت واش باقا تستمري في تيك توك ولا ملي غادي نيفو خسروا داك الشيء وغادي تبعدي منه؟ لا علاش؟ راه قلت لك علاش؟ راه كل واحد كيدير داك الشيء اللي بغى، فيما حطيتي راسك راه غتلقاه. مسألة أخرى، كيفاش كنتفاعلوا مع الناس خصوصاً اللي كيلقاوك مثلاً في الشارع؟ والله إلا كلشي كيسلم عليا، والله العظيم أنا دابا راه كاينة في المول، جيت تبارك الله، زعما كلشي كيسلم عليا، ليلى كنتفرجوا فيك، ليلى زعما كيعجبني داك الشيء صراحة وحق الله. الصداع وداك الشيء ما كاينش، علاش؟ اللهم بنادم إلا يبغاك بنادم يبغيك بصورة نقية، واللي يحبك راه غيحبك كيما أنت، فهمتي؟ بلا ما المشاكل، بلا الصداع، بلا داك الشيء، ما خدامش داك الشيء. انت ما بغيتيش توصلي لذاك النيفو؟ لا ما نوصلش لذاك النيفو والله. تبارك الله عليك اختي ليلى. بارك الله فيك. اخر هضره اللي غنقول لكم انتم بعدا، شكرا لكم. اخر كلمه ديالك اختي ليلى؟ اخر كلمه ديالي كنشكركم بزاف انتم اللي سميتو، كنشكر كاع الناس اللي كاينين هنا في هذا المول وجاو سلموا عليا وداك الشيء، كنسلم عليكم كلكم، كنموت عليكم، هذا الشيء اللي غادي نقول. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.